أهلا بكم متابعينا الكرام عبر شبكة وطن الإعلامية والإذاعات الشريكة في هذه الموجة الإذاعية متعددة الوسائط لإطلاق حملة بعنوان عدالة مناخية عمل فوري وتضامن مبتكر، وتنظمها مؤسسة أكشن إيد فلسطين ضمن الحملة العالمية المنفذة من قبل اتحاد أكشن إيد العالمية. خلال هذه الموجة ستتم مناقشة قضية التغير المناخي مع ذوي العلاقة والاختصاص والآثار المترتبة عليها على الصعيد البيئي والزراعي والمائي والاجتماعي في فلسطين، ودور الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني جراء التغير المناخي. وفيها أيضا محاولة للخروج بتوصيات للتخفيف من وطأة هذه الأزمة وتحقيق العدالة المناخية للشعب الفلسطيني. وتشاركنا مجموعة من الإذاعات الشريكة في الضفة وغزة، من نابلس راديو هوا نابلس، ومن الخليل راديو اليمامة، ومن بيت لحم راديو بلدنا، ومن قطاع غزة راديو صوت الشعب. ونبدأ الجزء الأول من الموجة الإذاعية المفتوحة لإطلاق حملة عدالة مناخية عمل فوري وتضامن مبتكر، ونتعرف خلالها أكثر على الحملة وأهدافها، ونناقش أيضا أثر أزمة التغير المناخي على فلسطين ومفهوم العدالة المناخية وانعدام العدالة المناخية في ظل ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة، والسياسات الوطنية لمواجهة التغير المناخي. العدالة المناخية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فمن جهة يؤثر التغير المناخي بصورة واضحة على التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الماء والغذاء والحق في الصحة والحق في السكن وكذلك الحق في التعليم، إلى جانب الحق في التنمية وتقرير المصير. ومن جهة أخرى تنتهك النظم العالمية الاستعمارية والاحتلالية حقوق الشعوب وتحرمها من التمتع بها، بما في ذلك انتهاك حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية وحق تقرير المصير والسيادة الكاملة على أراضيها وكذلك أيضا على مواردها الطبيعية، مما يجعل هذه النظم كافة بمثابة محرك أساسي لترسيخ الأزمة المناخية دوليا. أما في فلسطين والقضية أكثر تعقيدا في ظل الاحتلال أولا واستمرار التعديات على البيئة ثانيا، نتحدث بالمزيد مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا الأستاذة ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة أكشن إيد فلسطين. أهلا بك ريهام. وأرحب أيضا بضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن التميمي، رئيس شبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية. أهلا بك دكتور معنا في هذه الموجة. وأيضا ستنضم إلينا عبر الخط الهاتفي في وقت لاحق الأستاذة هدير خميس، رئيسة قسم التغير المناخي في سلطة جودة البيئة الفلسطينية. أهلا بكم مرة أخرى معنا. وريهام راح أبدأ معك هذه الموجة الإعلامية المفتوحة في أكشن إيد، لماذا تطلقون هذه الحملة وأين تكمن أهمية إطلاق الحملة وربما هي الأولى من نوعها في فلسطين؟ شكرا لكم على هذه الموجة وعلى تعاونكم. الحملة العدالة المناخية التي تطلقها مؤسسة أكشن إيد هي جزء من الحملة العالمية التي تنظمها مؤسسة أكشن إيد في أكثر من 70 دولة حول العالم. طبعا هنالك مطالب عالمية ومطالب محلية تأخذ بعين الاعتبار سياق كل بلد وكل دولة تعمل فيها أكشن إيد. لنطلقها بسبب أصبحت قضية التغير المناخي قضية عالمية، قضية مهمة، قضية تؤثر على حقوق وعلى حياة وعلى مصير كثير من الشعوب، ومن ضمنهم أيضا الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى الفقيرة في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية. وبالتالي أكشن إيد رأت هنالك من الضروري العمل مع المؤسسات المجتمع المدني ومع الحلفاء حول العالم ومع المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والعالمية لإبراز مطالب هذه الشعوب، لتوجيه الدعم المالي في العالم حول الحلول التي تراعي المناخ، حول الحلول البيئية التي تستجيب للتغير المناخي في العالم. على المستوى العالمي أكشن إيد ستصدر يوم الاثنين تقرير دولي
يحكي عن أو عن مؤسسات التمويل والبنوك في العالم التي تخصص ما يقارب 3.2 تريليون دولار لمشاريع الوقود الأحفوري، وهنالك أيضا 370 بليون دولار في يتم تخصيصها لمشاريع الزراعة الصناعية التي تعتمد على المبيدات الكيميائية والتي تساهم في عملية التغيير وفي أزمة المناخ. وبالتالي هذا التقرير سيتم نشره في العالم اليوم الاثنين 4/9، يعني جميع مكاتب أكشن إيد في العالم ستنشر هذا التقرير الذي يظهر المساهمين الكبار في عملية التغير المناخي. ويطالب التقرير هذه المؤسسات الكبرى، المؤسسات المالية الكبرى، بتوجيه الدعم والأموال نحو الزراعة البيئية، نحو دعم المزارعين الصغار، نحو الحلول والمبادرات البيئية التي تساعد على الحد من هذه الأزمة. التقرير يظهر أن هنالك 20 ضعف ما يحصل تحصل عليه المشاريع الوقود الأحفوري، وهو أقل من النسبة المخصصة للمشاريع البيئية والمشاريع الزراعية. ولذلك هي مناشدة للعالم، مناشدة لصناع القرار في العالم إنهم يأخذوا بعين الاعتبار قضية التغير المناخي. ممكن راح نحكي أكثر كمان في تدخلاتكم كأكشن إيد في فلسطين، بس خلينا نسمع ريهام من الدكتور عبد الرحمن التميمي. دكتور، اليوم العالم كله بيحكي عن موضوع التغير المناخي وانعكاسات ذلك على المجتمعات، وعلى يعني بنحكي على التحديات والتهديدات اللي بتواجه البشرية في العالم. إذا ما تحدثنا عن الحالة الفلسطينية، ما هي انعكاسات هذا التغير المناخي على فلسطين؟ يعني في البداية موضوع التغير المناخي هو موضوع جدلي من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية حتى العلمية. من الناحية السياسية والاقتصادية لأن هناك قوى مستفيدة وقوى مجتمعات متضررة، وهناك قوى لا تريد التحول نحو تقليل الانبعاثات لأسباب اقتصادية، وأيضا لهيمنة رأس المال الصناعي الضخم على القرارات السياسية. في الحالة الفلسطينية احنا نعاني ثلاث مستويات من التأثير المناخي. اولا انه احنا نقع في اقليم يعني مناخي مختلف، بمعنى في منطقة جغرافية صغيرة عندنا منطقة شبه صحراوية وهي الأغروار، ومنطقة جبلية ومنطقة ساحلية في قطاع غزة وفلسطين المحتلة. لذلك يعني التغيرات المناخية تظهر بشكل متفاوت، وقد تلمس أحيانا وقد تكون غير ملموسة أحيانا أخرى. هذا مستوى. المستوى الثاني قدرة المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية سواء الحكومية على التكيف بطيئة، لأسباب أن الخراب الذي يحدث نتيجة الاستيطان، نتيجة تدهور نوعية الأراضي، نتيجة حتى الصناعات الإسرائيلية اللي قدمت إلى الضفة الغربية، التدهور أسرع بكثير من قدرتنا على التكيف مع هذا المستوى. المستوى الثالث وهو الوعي على مستوى المزارع كيف سيتعامل مع هذه الظواهر اللي بدأ هو يلمسها. يعني إحنا في فلسطين شهر 9 و10 و11 هي أشهر ماطرة تاريخيا، ولكن من 10 سنوات لم تعد هي أشهر ماطرة، فصار في إزاحة للمطر من شهر 12 وحتى شهر 4 اللي هو كان يعتبر الربيع. وهذا قدرة المزارع على التكيف، بمعنى تغيير أنماط الزراعة، تغيير أنواع الزراعات، يأخذ وقت طويل لأنه إحنا أنماطنا الزراعية يعني تقليدية عمرها آلاف السنين. ولذلك على هاي كل المستويات بشكل عبء على صانع القرار الفلسطيني وعلى الخبير الفلسطيني وعلى المزارع الفلسطيني وعلى المواطن الفلسطيني، إنه في ظل هاي التحديات إنه يتعامل مع التغير المناخي كظاهرة طبيعية ولكن لها تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا، لأنه الإقليم يعني مناخ الإقليم غير منفصل عن بعضه
تبعا للسياسي، هو من يعني مرتبط ببعضه تبعا للمناخ والظروف الجوية. ريهام، عودة لأيضا نشاطات أكشن إيد في فلسطين والحديث عن هذه الموجة وجزء من عملكم ورسالتكم في فلسطين، موضوع التوعية باتجاه موضوع مخاطر التغير المناخي، اليوم أيضا عم تعملوا على هذا السياق في نشاطاتكم، وهي الموجة في أي سياق تأتي أيضا؟ هاي الموجة تأتي في سياق الحملة العالمية التي أطلقتها مؤسسة أكشن إيد، والتركيز على الحالة الفلسطينية وعلى دور الشباب الفلسطيني في التصدي والاستجابة للأزمة المناخية. نعم، نحن نعمل من خلال مشروع مجتمعات صامدة تعزيز الأدوار الشباب القيادية للشباب الفلسطيني لتعزيز المجتمعات الصامدة والخضراء وللتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبالتالي إحنا تركيزنا راح يكون في خلال عملنا ومن خلال هذه الحملة التي ستتواصل لفترة طويلة على رفع الوعي المجتمع الفلسطيني من خلال إشراك الشباب والنساء في حملات لرفع الوعي حول أفضل الممارسات البيئية الصديقة للبيئة وتبنيها، وأيضا ستكون هنالك عمل على مستوى المناصرة مع المؤسسات الدولية والانضمام إلى الجهود الوطنية القائمة على المستوى السياسي في إدراج قضية المناخ في سياق استعماري، في سياق احتلالي، على أجندات المؤتمرات الدولية وعلى أجندات المؤسسات الدولية لأخذ الحالة الفلسطينية بعين الاعتبار حين الحديث عن المناخ وحين الحديث عن الوسائل التصدي للمناخ. ولذلك سنعمل مع المؤسسات ومن خلال تمثيل مؤسسة أكشن إيد ووجودها في بعض العواصم الكبرى على طرح عنصرية المناخ في فلسطين التي تتسم بعدم قدرة المزارعين، بعدم قدرة المجتمع الفلسطيني على التمتع بوسائل التكيف مع هذه الأزمة. التكيف مع أزمة المناخ هو حق إنساني مثل حقوق الإنسان الأخرى، وبالتالي سيكون هنالك عمل مع المؤسسات. والجزء الثالث من عملنا هو رفع قدرات مؤسساتنا التي نعمل معها على تعزيز المناصرة، تعزيز العمل الشبابي، تعزيز مهارات الشباب الذين نعمل معهم على تبني وسائل بيئية، على تعزيز دورهم في رفع وعي مجتمعهم ورفع قضية المناخ ضمن الفرص المتاحة لهم. نعم دكتور، عند الحديث عن العدالة المناخية وأوجه انعدامها في فلسطين في ظل انتهاكات الاحتلال، سنتحدث عن الحقوق الفلسطينية المصادرة بتبني وسائل وأدوات للتكيف مع أزمة المناخ. كيف تقيمون واقع الحق الفلسطيني للتكيف وللتصدي أيضا لهذا التحدي؟ وأنت كما تحدثت هناك تسارع في موضوع المناخ وأيضا قدرة الفلسطيني على التكيف مع كل هذه المتغيرات المتسارعة. يعني نقطة البدء أنه التكيف يحتاج إلى أول شيء السيطرة على مصادرك الطبيعية سواء كانت الأرض أو المياه، اللي هي في الحالة الفلسطينية يعني تواجه مشاكل كبيرة نتيجة سيطرة الاحتلال على 80% من مصادر المياه وعلى مجرى نهر الأردن وعلى البحر الميت، وأيضا قدرتك حتى على السيطرة على الإنسان، بمعنى أنه أنت في عندك تجمعات سكانية غير خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، فهذا جانب. الجانب الآخر وهو أنا في تقديري غير المرئي والخطير، إنه هناك خطط فلسطينية للحكومة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية للتكيف مع المناخ، ولكن هناك خطط إسرائيلية لنقل الصناعات الملوثة في إسرائيل والزراعات التي تستخدم مبيدات حشرية وأسمدة وكيماوية إلى المناطق الفلسطينية، لنقلها إلى مناطق الضفة. فأنت عندك عامل أنت الأضعف فيه لبناء يعني مناعة فلسطينية للتغير المناخي، وفي نفس الوقت هناك جانب آخر وهو الجانب الإسرائيلي والاستيطان الصناعي وغير ذلك، يقوم بعملية هدم لما تحاول أن تعمله. ولذلك الموضوع في الحالة الفلسطينية هو موضوع تماما كما يعني طبيب يحاول أن يعالج المريض، ولكن هناك يعني جراثيم وأسباب أخرى تجعل مناعة المريض تتناقص بشكل كبير. الاستيطان وممارسات الاستيطان وممارسات الإسرائيليين هي تضعف مناعة المجتمع الفلسطيني وقدرته على التكيف مع المناخ، وفي نفس الوقت الإمكانيات المتاحة للشعب الفلسطيني للتعامل وزيادة المناعة غير موجودة. يعني وهذا استكمالا بجوز لهذه النقطة ريهام، يعني
لما بنحكي عن يعني النقاط اللي ذكرها الدكتور فيما يتعلق بنقل الاحتلال لبعض المواد السامة والزراعات غير البيئية وكلها إلى مناطق الضفة الفلسطينية وإلى مناطق فلسطينية لا تسيطر عليها أيضا الجهات الرسمية الفلسطينية، هناك من يقول ومن أصحاب رأي من يقول لا ركائز للعدالة المناخية في المجتمعات الفقيرة، وفلسطين ليست فقط ضعيفة اقتصاديا، الأهم أنها ترزع تحت الاحتلال، وهذا يدفعنا للتساؤل حول كيفية عمل الحملة في ظل هذا الوضع المعقد. يعني هي مؤسسة أكشن إيد فلسطين هي ستساهم ولو بجزء بسيط في رفع الوعي الدولي والمحلي حول العدالة المناخية ومناصرة قضية العدالة المناخية ضمن الآليات والوسائل المتاحة لديها وضمن المنتديات التي تعمل فيها في العالم ومع وفي فلسطين. هنالك فجوة واضحة في التصدي للمناخ. إسرائيل هي ضمن هي ترتيبها الدولة تحتل المرتبة 17 في الدول الأقل تأثرا بالتغير المناخي، كما أن أيضا تحتل المرتبة 31 الأكثر استعدادا للتكيف المناخي. هنالك عنصرية، هنالك المواطن الفلسطيني يستهلك ثلث ما يستهلكه المستعمر الإسرائيلي من المياه من المياه. إسرائيل تسيطر على 85% من المياه الجوفية الفلسطينية، وأيضا هنالك 83 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي من المستوطنات يتم ضخها في الأراضي الفلسطينية مما يزيد بالتلوث. وبالتالي عملنا ليس سهل، سنعمل مع المجتمع المحلي، سنعمل مع المؤسسات الدولية على قضية المناصرة، سنعمل بقدر كل ما يتاح لدينا لرفع هذه القضية لرفع المجتمع. أيضا يجب أن عندما نتحدث في المنتديات والمؤسسات الدولية يجب أن أيضا أن نذكر قضية المناخ هي أيضا قضية عدالة مناخية، قضية فلسطين هي قضية عدالة مناخية، هي مثال واضح على انعدام المساواة في التكيف في استعمال الوسائل التكيف والوسائل المتاحة للتصدي لهذه الأزمة. هل ممكن تسألوا في أكشن إيد عم بتوثقوا هاي الأمور اللي لها علاقة بعنصرية الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين، عم ترصدوا هذه الانتهاكات؟ بنحاول نرصد هالانتهاكات وبنحاول نستجيب في بعض المناطق التي هي تتعرض فعلا للانتهاكات، ولكن احنا نعمل على الجزء الأكبر من عملنا هو نعمل على إشراك الشباب والنساء للتصدي لهذه الأزمة كونهم الأكثر تأثرا والأكثر تشكيلا للمجتمع. نعمل من خلال شركائنا في غزة مركز معا أيضا على تعزيز الوعي للمجتمع المحلي وأيضا على المناصرة والتوثيق للانتهاكات وما يتعرض له قطاع غزة، نعمل معهم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا سيكون لنا تدخلات وسيكون أسبوع كامل للعمل حول المناخ بعد إطلاق هذه الحملة، وأيضا سيكون التركيز على دور الشباب المحوري في هذه الحملة. دكتور، في كل هاي المعطيات نتحدث عن احتلال يسيطر على كل الموارد الفلسطينية بما فيها المياه، وأنت أكثر يعني الأشخاص خبرة في ملف المياه تحديدا، وإلى جانب التحديات المتعلقة بالانتهاكات البيئية والمواد السامة، السؤال الكبير اليوم وين رايحين إحنا في السنوات الخمس القادمة في هذا الاتجاه؟ يعني السؤال صعب، بس المؤشرات اللي بتقول وين رايحين واضحة. هناك تسارع شديد للاستيطان، بمعنى أنه المساحات المتاحة للشعب الفلسطيني بتقل وخاصة المساحات الزراعية. هناك تسارع في شراء مياه من الفلسطينيين من إسرائيل من محطات التحلية، بمعنى أنه مياهنا الجوفية الموجودة تحت أقدامنا في الضفة الغربية ستكون متاحة للمستوطنين وإحنا نشرب مية بحر. احنا كنا نشتري 20 مليون متر مكعب من اسرائيل، الان بنشتري 100 مليون، واسرائيل منفتحه لبيعنا قد ما بدنا من محطات التحليه وعلى اسس تجاريه. فهذا مؤشر ايضا خطير. المؤشر الثالث وهو الاخطر، انه تقرير الامم المتحده الصادر بحق المياه في غزه سنه 2019 قال انه غزه من ناحيه مياه وبيئه أراضي غير قابلة للعيش ولا يمكن يعني العيش فيها، وهذا صحيح. الآن 95% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب، وبالتالي لابد من إيجاد حل. هذا الحل ارتباطها بالضفة، هذا الحل محطات تحلية في قطاع غزة يعني. ولذلك أنا أعتقد الهجرة من الريف إلى المدينة بسبب عدم وجود مصادر لا أرض ولا مياه. هل تعلم أنه إحنا أعلى نسبة هجرة في الشرق الأوسط من الريف إلى المدينة؟ شو معناها؟ معناه أنه المشروع الصهيوني اللي هو حشر الفلسطينيين في المدن يتحقق بإرادتنا أو بجزء من عدم معرفتنا ووعينا.
الآن أنت انظر لمدينة رام الله تتضخم، أنا بسميها تتورم، وأصبحت المياه مشكلة، السكن مشكلة، المواصلات مشكلة، الإتاحة مشكلة. ما هي المواصلات نفسها جزء كبير من القضية المناخية. ولذلك أنا في تقديري المؤشرات التي نراها خلال 5 سنوات في معظمها مؤشرات سلبية. هسا إمكانيات السلطة العمل محدودة، بس أهم وأخطر ما في موضوع الجانب الفلسطيني أن هناك من يعتقد أن التغير المناخي حادث سير يمكن تجاوزه، يمكن التعامل معه. التغير المناخي سيؤثر على كل جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني، على التجمعات البدوية، على الإنتاج الزراعي، على طبيعة الزراعات، على طبيعة الاقتصاد الفلسطيني، على التجمعات السكانية وتكدس المدن، على الهجرة من الريف إلى المدينة، على حتى نوعية الزراعات اللي حنزرعها. هل هي زراعات يمكن تسويقها أو عدم تسويقها؟ هل يعني سيبقى البدو اللي هم منتشرين في كل الأغوار وحامين أراضي الأغوار، هل سيبقوا قادرين على الصمود في ظل المضايقات الإسرائيلية، في ظل شح المياه، في ظل إغلاق مناطق الرعي؟ كل هذا يجب أن يرى برؤية شاملة، وبالتالي على الفلسطينيين وضع خطة. أما إنتاج ورق وخطط نسميها تكيف مناخي، هذا غير مجدي. جزء من النقاط كمان اللي ذكرتها الأستاذ ريهام دكتور، أنه الاحتلال عم بيحاول يكون من أوائل الدول فيما يتعلق بالتصنيف العالم، فيما يتعلق بأنه هو صديق للبيئة، وأنه عم بيعمل كبنية الدولة باتجاه أنه الحد من الانعكاسات السلبية. لكن هذا على حساب الفلسطيني. على حساب الفلسطيني، هذا صحيح، وعلى حساب مش فقط يعني الأرض والمياه الفلسطينية، على حساب صحة الإنسان الفلسطيني. أنت روح على المناطق الحدودية اللي بتمنا إلقاء نفايات صلبة فيها، ما حدا بيعرف شو مكوناتها، حالات ارتفاع حالات السرطان في عبود وفي جنوب الخليل، كل هذا مؤشرات على أنه على حسابنا بصير هذا، خلينا أسميه المؤشرات العالمية لإسرائيل على السلم الدولي، سواء في تقليل الانبعاثات، كله على حساب الشعب الفلسطيني يعني بشكل كبير. ولكن الأهم من هذا أنه العالم لا يلتفت إلى ما يحدث في فلسطين، ويلتفت إلى التطور التكنولوجي والعلم الذي يحدث في إسرائيل. سنستكمل النقاش دكتور عبد الرحمن وأيضا أستاذ ريهام، لكن الآن تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي أيضا أستاذة هدير خميس من قسم التغير المناخي في سلطة جودة البيئة. أهلا بك معنا أستاذة هدير. أهلا بحضرتكم، أهلا بالحضور الكريم. اليوم لما بنحكي عن التحديات الكبيرة اللي لها علاقة بالتغير المناخي وانعكاساتها على دولة فلسطين، هناك الكثير من التحديات، إن كانت ذلك مرتبطة بممارسات الاحتلال على أرض الواقع، أو فيما يتعلق بملف التوعية ودور الجهات الرسمية الفلسطينية على هذا الصعيد. في العام 2011 تم إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وتم تحديث الخطة في عام 2016. ما هي القطاعات المستهدفة وما هي القطاعات الأكثر تضرراً؟ نعم، لقد تم تحديد 12 قطاع في فلسطين متأثرين بالتغير المناخي، وتم تحديد أهمية التكيف مع هذه القطاعات، على رأسها الزراعة وقطاع المياه، ومرتبطة هذه العوامل بالأمن الغذائي وبأساس الحياة على الأرض في فلسطين أو في أي دولة في العالم. الزراعة، الساحل والحياة البحرية في قطاع غزة، الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الطاقة، الغذاء، النوع الاجتماعي، الصحة، الصناعة، النظم الأيكولوجية، السياحة، الحضر والبنية التحتية، النفايات ومياه الصرف الصحي والمياه. جميع هذه 12 قطاعا متأثرة بشكل كبير وبشكل مباشر بالتغير المناخي. هذه القطاعات تم دراستها بالرجوع للاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي تم إعدادها في العام 2011 كما تفضلت، ووجدنا من خلال عملية التقييم أن العديد من النشاطات عالية التأثر، وخاصة المتعلقة بقطاعات المياه والزراعة والغذاء، تؤثر أيضا على القطاعات الأخرى التي ذكرتها. وهذه العلاقة، هذه الأنشطة والقطاعات لها صلة وطيدة أيضا بالقطاعات الأخرى،
مركزها قطاع الطاقة. كما تفضلت، الاحتلال دائما عائق في أي تطور يحاول الفرد الفلسطيني أو الحكومة الفلسطينية أن تعمله للتأسي أو للتخفيف من حد من التحديات التي تواجهها على أرض الواقع. الاحتلال يحد إلى حد كبير من القدرة على التكيف في فلسطين في العديد من المواضيع، بالتالي يؤدي إلى تفاقم وتعاظم الأثار السلبية لتغير المناخ، وبالتالي سرعة التأثر وسرعة الكوارث المناخية كما شهدنا خلال الفترة المنصرمة من خلال ارتفاع عالي لدرجات الحرارة، مما أثرت على العديد من على جميع القطاعات بشكل عام. نعم، يعني في ظل الحديث بأن الاحتلال يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يتعلق بموضوع الانعكاسات السلبية للتغير المناخي على فلسطين وممارساته العنصرية اتجاه البيئة والصحة والإنسان الفلسطيني، هناك أيضا سؤال فيما يتعلق بدور الجهات الرسمية وتحديدا فيما يتعلق بحجم الموازنات المخصصة للتكيف المناخي. برأيك هل هذه الموازنات المخصصة هي كافية، لا سيما وأن المطلوب اليوم نعرف أنه كبير جدا في ظل كل المعطيات اللي تم ذكرها؟ نعم، شكرا للسؤال. حقيقة قضية التمويل المناخي هي قضية شائكة على مستوى عالمي، وهو ما يعبر عن صراعات الدول النامية والدول الصناعية في هذا المجال. فالدول الصناعية هي من تكبدت بالمشكلة، هي من سببت المشكلة للدول النامية، والدول النامية كانت الأكثر تأثرا والأكثر خطرا أمام التصدي لهذه الظاهرة. فتمويل المناخ يأتي على عاتق الدول الصناعية المسببة والصناديق الدولية التابعة للاتفاقية التي يجب على الدول الصناعية تمويلها، وهو حق تاريخي على الدول الصناعية للدول النامية، وهو ليس تبرع أو عملية سخاء مثلا من هذه الدول، لا بالعكس، هو حق تاريخي يجب أن تعوض ما تم على البيئة وعلى الكوكب كله من أضرار بسبب الطمع المنظومة الصناعية الاستهلاكية في العالم. نأتي إلى تمويل المناخ في فلسطين. لقد تم تقدير التكيف بحوالي 3.5 مليار دولار خلال 10 سنوات القادمة للتكيف أو لتمكين فلسطين من التكيف في هذه القطاعات التي ذكرتها، 12 قطاع تم تكليف تحديد ما هي النشاطات الأكثر تأثرا، ما هي النشاطات الأكثر أولوية من أجل تمويلها، من أجل إحداث فرق والتصدي لهذه الظاهرة على أرض الواقع. ثم بعد ذلك تم تحديد أكثر تفصيلي لما تحتاج فلسطين على تمويل مناخ في التكيف وفي التخفيف، وهو يقدر بحوالي 5.6 مليار دولار. فهناك تقدير على أرض الواقع للاحتياجات التي تساعد فلسطين في التكيف وفي التخفيف مع هذه الظاهرة. وتم تحديد في التقارير الوطنية هذه التمويل من خلال طريقتين، التكيف أو التمويل المشروط والتمويل غير مشروط. التمويل المشروط هو الذي يجب على الصناديق الدولية التابعة لتغير المناخ أن تدفع لفلسطين وللدول النامية المتأثرة بهذه الظاهرة وليست المسببة بهذه الظاهرة. وهو موضوع شائك، حيث أن صندوق المناخ الأخضر التابع للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، وهو أكبر ذراع مالي موجود، هو كل ما تم توفيره حتى هذه اللحظة 100 مليار دولار للعالم أجمع من حيث التكيف والتخفيف، وهو عمليا لا يكفي أبدا في أي دولة أو على مستوى العالم من أجل الصمود أو التخفيف من هذه الظاهرة. فهناك تقصير من المجتمع الدولي. بالنسبة للتمويل الغير مشروط، فهو ما تستطيع الحكومة العمل عليه من خلال المشاريع المحلية، من خلال المشاريع التنموية في قطاع المياه والطاقة والزراعة بالتشارك مع القطاع الخاص وبالمؤسسات المحلية. فالتمويل ليس هو أساس المشكلة، لأنه نحن لدينا خطط، لدينا استراتيجيات، الدول حددت التزاماتها، ولكن ما يحدث أن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع لتنفيذ هذه الخطط للبدء الفعلي والحقيقي بالكلايمت أكشن أو بإحداث فرق على أرض الواقع في العمل المناخي. نعم، بدي أشكرك الأستاذة هدي الخميس رئيس قسم التغير المناخي في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، شكرا لك على هذه المشاركة. ودكتور بدي أرجع إلى كمان مرة قبل ما نختم الجزء الأول من هذه الموجة الإعلامية، نتحدث عن يعني واستثمار وجودك معنا طبعا في هذا الحوار، ما المطلوب اليوم فلسطينيا برأيك للتصدي لأزمة التغير المناخي؟ وقد استمعت لما تفضلت به الأستاذة من سلطة جودة البيئة، هل المعمول به كافيا برأيك؟
لا، أول شيء يعني الجانب الإسرائيلي ومدى تحمله لما يحدث تحدثنا عنه، وهو المسبب الأول والأكبر للتغير المناخي في فلسطين. ولكن على الجانب الفلسطيني، أولا في تقديري أن يكون العمل متراكم ومتكامل. إيش يعني متراكم؟ يعني فضل. إحنا سوينا خطة وطنية للتكيف المناخي، بعدين الوزارات الأخرى بدأت تشتغل، ما بتشوف في تراكم في العمل بحيث يؤدي إلى نتائج. الأمر الثاني وهو التكامل. طب إحنا في الفلسطينيين نحاول ننضم لمنظمة التجارة الدولية في وقت الصين خايفة تنضم. طيب السؤال، ما هو الاتفاقيات الدولية هاي اللي بننضم إلها مش بس التزامات على المجتمع الدولي، ما هي واجبات علينا كمان. يعني مثلا أنا أعطيك تقديرات وزارة المواصلات إنه إحنا عندنا 8000 سيارة فورد أو سيارات الأجرة الصفراء، هاي كلها سولر. هذا إذا ما انضمينا لبعض الاتفاقيات الدولية بدك تغيرها. طيب إحنا عندنا بعض الممارسات، مثلا عندنا مبيدات كيماوية تستخدم غير مسموح بها عالميا. إحنا عندنا التعليم يجب أن يأخذ جزء منه للتغير المناخي. يعني يجب أن لا ننظر إلى العالم كأنه جمعية خيرية، العالم مهتم يساعدنا، ولكن أيضا علينا واجبات. هناك كثير من القوانين يجب تعديلها، هناك كثير من الأنظمة يجب تعديلها. طب ما هو إحنا، أعطيك مثال، بيرزيت يعني إشي أضحوكي فيما نسميه التخطيط. بيرزيت من عند دوار الجامعة لأول بيرزيت حوالي 2 كيلومتر، فيها صناعة وفيها زراعة وفيها سياحة مسابح وفيها جامعة وفيها حجر منشار. على أي أساس بتم منح التراخيص؟ على أي أساس استعمالات الأراضي الأراضي تصنيفاتها في الأغوار في منطقة النصارى. أيضا دكتور في هاي الموجة عن موضوع الزحف العمراني كمان. مش بس هيك، هذا كله يدمر صورتنا بالعالم بأنه إحنا غير جديين في موضوع التغير المناخي. استعمالات الأراضي ما هي كمان مهمة. إحنا في النصارية أهم منطقة زراعية خصبة فيها إسكانات الآن، تحولت من أراضي زراعية. أريحة المدينة الزراعية أصبحت مدينة شبه جوة مساحات زراعية. فلذلك علينا التزامات، يعني ما نضل نقول الاحتلال الاحتلال الاحتلال، وهو صحيح السبب الرئيسي، ولكن أيضا إذا أردنا أن نثبت أننا دولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ولها واجب على المجتمع الدولي، يجب أن نعرف ماذا نعمل. وأنا في تقديري هناك تقصير كامل من المؤسسات التعليمية، الجامعات، المدارس، المؤسسات الأهلية، الحكومة، في أنه يعني نضبط الوضع بحيث يكون هناك عمل وطني متراكم متكامل يؤدي إلى الأهداف الرئيسية، وهي الحفاظ على الأرض والماء، وليس منظريا أن نصدر تقارير مجلدة كويس وفيها صور، هذا كله ليس له علاقة بالواقع. نعم، بدي أشكرك دكتور عبد الرحمن التميمي. وأيضا أستاذ ريهام، رح نختم معك الجزء الأول من هذه الموجة، إن أمكن الختام مع المعطيات المتوفرة لديكم بحكم المتابعة حول السياسات الإسرائيلية للتعامل مع التغير المناخي، وقد تكون هذه المعطيات من أهم المؤشرات الدالة على ضرورة البدء بالتغيير. السياسة الإسرائيلية هي سياسة متغطرسة، سياسة عنصرية في قضية المناخ، تحد من سيطرة الفلسطيني على موارده، تسيطر على مصادر المياه، تمنع الفلسطيني من التمتع بمصادر المياه، أيضا تمنع الفلسطيني من استعمال وسائل التكيف للمناخ. السياسة الإسرائيلية، إسرائيل كقوة محتلة حسب القانون الدولي تتمتع بمسؤولية بضمان حصول الشعوب التي تحتلها على الحصول على وسائل للتكيف والتخفيف من هذه الأزمة. هذا الواقع يفرض على المؤسسات والمجتمع والحكومة وجميع الأفراد في المجتمع على البدء بالعمل الجماعي، التكامل على حتى العمل على المستوى والتضامن الدولي لرفع هذه القضية، لأنها قضية تؤثر على مستقبل الشعوب، تؤثر على الاقتصاد، تؤثر على الحياة الاجتماعية والصحية للأفراد، وبالتالي
هنا يجب أن يكون هنالك عمل دؤوب وعمل متواصل ومتكامل مع جميع الأطراف المحلية والدولية لطرح هذه القضية والتركيز أيضا مرة أخرى على الشباب والنساء وضرورة إشراكهم في صنع القرارات والسياسات التي تهدف للتصدي لهذه الأزمة، أن يكونوا فاعلين وليسوا متلقين وليسوا مستجيبين ولكن فاعلين في وضع سياسات إشراكهم ليقودوا العمل المناخي في فلسطين. وبالتالي هنالك عمل كثير، يجب أن يكون هنالك عمل كبير في مجال التوعية ليس فقط من مؤسسة أكشن إيد ولكن من جميع المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمعية حد قدر الإمكان من تأثير هذه الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بالممارسات البيئية السليمة والحفاظ على التنوع البيئي والطبيعي الفلسطيني. نعم، بدي أشكرك الأستاذة ريهام الجعفري مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة أكشن إيد فلسطين، شكرا لك على هذه المشاركة، وكذلك الشكر موصول للدكتور عبد الرحمن التميمي رئيس شبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية، شكرا لك دكتور. شكرا أيضا لك. مستمرون معكم متابعينا في هذه الموجة الإذاعية فيما يتعلق بموضوع التغير المناخي، لكن بعد فاصل قصير.